السلام عليكم ورحمة الله. ازيك؟ السلام عليكم. سليم ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اتفضل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتفضل. حضرتك يا مولانا، يعني حضرتك عندنا في شربين وما حدش يقول لي. الله يبارك فيك، اتفضل، ما سؤالك؟ الله يستر عليك. هل يا مولانا لواحد حج بس المال ده كان مال حرام، وبعد ما رجع تاب ورد رد الأموال لأصحابها، الحمد لله، نسأل الله القبول، لا يلزم بإعادة الحج. طب هو عايز احتياطي يا شيخنا؟ ها؟ عايز احتياطي. عايز الاحتياطي؟ عايز احتياطي يا مولانا. مش فاهم، بقول لي عقد احتياطي؟ عايز الحج احتياطي. عاد الحج احتياطي؟ لا بأس، جزاه الله خير. سالم شيخ من الحلبة يفتن، قال خلاص ما دام حق تاني ما فيش مشكلة، بركة إن شاء الله. السلام عليكم. سلام عليكم.